عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا. في إطار رد على تعليق لصاحب حساب، المهم كان سألني عن طرمبة العلاب وبعض المشاكل الخاصة بها، منها إن طرمبة العلاب عنده ضعيفة شوي، وأخ كريم تاني سألني عن إن العربية عنده قلاب برضو لكن فيها بعض المشاكل، هنبقى نستعرضها فيما بعد. المهم التعليقين المتعلقين بنفس الموضوع هنا، ده طبعا اللي احنا قدام حضراتكم ده تانك القلاب. هنا الوضع اختلف عن العربات القديمة، هنا التانك راكب في المكان ده وبيغذي الترمبة عن طريق ترمبة السحب ديت اللي بتمر عبر فلتر معدني رايح الى ده خرطوم السحب قدام حضراتكم، ده خرطوم السحب رايح على طرمبة القلاب. طرمبة القلاب راكبة في مؤخرة الجير بوكس تحت القطعة المعدنية ديت، وبعد كده بتضغط الزيت إلى ده خرطوم ضغط واللي جنبه خرطوم راجع، بيطلع بيرفعوا معايا المقطورة اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا دي حلة ما علينا فيها مش موضوع. المهم هنا أنا عندي الضغط محتاج وحدة ضغط ومحتاج انسيابية ونوعية زيت جيدة ومحتاج كوريك يرفع العربية. هنروح مع بعض كده نشوف في مقطورة قدامنا هنا. ماشي، المقطورة دي كويسة، نروح نبص عليها. معلش بقى، وايه خطوتين كده استحملهم معايا، بس انا شفتها متفورة فهيبقى الكلام اوضح. يعني المقطورة ديت مقطورة تكعيبها، بغض النظر عن التكعيب، لان طبعا اللي بينتج مقطورة زي كده مش بيبقى بالضرورة ان هو انت تحمل بيها رمل وزلط. ده الكوريك بتاع القلاب. طبعا الكوريك لازم يبقى له مواصفات تتناسب مع حجم الصندوق والوزن اللي بيرفعه. الوزن هنقدر نقول يكاد يكون ثابت، لان هنا احنا بنشتغل بالوزن. وحتى برضو في الدول العربيه، يعني هنفترض مثلا ان احنا عندنا عربيه قلاب 16 متر، العربيه دي بيبقى يعني لو هتشيل زي ما صاحب الحساب سال ان هو عربيه 6 ويل، فهنقول الصندوق 16 متر لو هيشيل مثلا رمله هيبقى يعني معامل الكثافه 1.5، يعني هيبقى شال حوالي 24 طن. 16 في 1.5 بي 24، ممكن يزيدوا حاجات بسيطة أو يختلف حسب الكثافة النوعية للمادة، لكن المهم نبقى محتاج قوة ضغط عالية. نشوف مع بعض دلوقتي أول حاجة في موضوع الضغط إيه اللي بيحصل. شوفوا معايا النموذج ده، ده الديسك اللي بيدور طرمبة القلاب. بيبقى طرمبة القلاب بتبقى يعني فيها مجموعة بلوف، قد يكونوا 6 قد يكونوا 10، اللي هي الطرمبة بنقول عليها الاسبيراتير. الديسك ده ديسك بيبقى راكب نفس المنظر ده تقريبا، اللي هو لو انتوا تلاحظوا مائل على محوره. لو انا دوست على الشنيور ده عشان ادوره، شايفين بيدور ازاي؟ الحركة دي بينتج عنها ان هو بيدوس على بلف وبيحرر بلف. بلوف عاملة زي بلوف ترمبة الديزل بالظبط. فنتيجة الحركة الدورانية دي بالراحة كده مع بعض، بيدوس على بلف وبيحرر بلف. بلف السوستة الضغط بيزول عنه فبالتالي بيتحرر البلف. بعد كده الديسك بطبيعة حركته بيضغط على بلف تاني وبيحركه، لان البلوف كلها راكبة حوالين الديسك هنا بالمنظر ده، بيدوس على بلف وبيحرر بلف. مع بعض الحركة الدورانية بتاعة الديسك بتاع ترمبة القلاب اللي نقدر نقول عليها العاملة في الأسواق، هسيب لحضراتكم شكل توضيحي. في منها قديم قوي
في منها ترومبه اللاب قديمه بتبقى عامله في تركيبها زي ترومبه الديزل، تكاد تكون مشابهه لها تماما. عمود كامه بيضغط بطبيعه الدوران، بيضغط على مجموعه بلوف، الضغط بيزول، البستم الصغير بيرجع لمكانه نتيجه النابض، نفس الحكايه بالظبط. ترومبه القلاب لازم تكون بالقوه الكافيه لرفع الصندوق. صاحب الحساب كان بيقول ان عنده رفع بطيء نتيجه ان هو بيحط غير بطيء وبيرفع وهكذا. طبعا احنا كده بنتكلم عن فتيس فولر من الموديل القديم خالص، ده بقى غير عام يعني يكاد يكون مش موجود. معظم ترومبات الآلات دلوقتي بيبقى لها نظام تعشيق مختلف، بيتم تعشيق الحركة عن طريق ربط ترومبة الآلات عن طريق غويشة صغيرة كده في مجموعة بتبقى ملحقة بالجير بوكس في الخلف، وبيستمد منها الحركة بتاعته. لو أنا عندي الجير بوكس منوالي يعني يدوي وفيه لقطة اللي احنا بنقول عليها نص غيار أو السبليتر، ارفع اللقطة، ارفع اللقطة مع الجير بوكس مع تعشيقة يعني بعد ما تعشق مكنة قبل ما تعشق مكنة القلاب ارفع اللقطة بتاع الجير بوكس، هتديك سرعة زيادة في الدوران لأنه بيستمد الإدارة بتاعته من عمود الدريك اللي بياخد بطبيعة الحال دورانه من مجموعة اللقطة اللي في أمام الجير بوكس. كنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده في شرح الجير بوكس اللي هو الزد اف. نقطة كمان بالنسبه لانواع السيارات المختلفه، بالنسبه للايفيكو ما فيش فيها الاوبشن ده لو فيها فتيس اوتوماتيك او اللي احنا بنقول عليه سيمي اوتوماتيك. بالنسبه للفولفو فيها النظام تلقط بيها على يعني وانت منور الجير بوكس لمثل هذه الامور، بيبقى مرموز له بان بلس ان وعليها علامه زائد، في حرفين اتنين ان على العصايه بتاعت الجير بوكس بتاعت الفولفو، ان وان عليها علامه زائد لان بلس ديت اللي هي بتبقى كان انت لقطت عشان تعشق مكنه القلاب. نفس العمليه ديت موجوده في المرسيدس بيرمز لها بالرمز ان واحد وان اثنين. نرجع لموضوعنا، ليه انا عندي القلاب بيبقى بطيء؟ القلاب بيبقى بطيء لمجموعه امور متعدده. اولها حجم ترومبه الضغط بتاعت الهيدروليك اللي مركبه، هل هي تتناسب مع الصندوق بتاعي ولا لا؟ ده أول حاجة. تاني حاجة انسيابية السائل بتاع الهيدروليك من خزان الهيدروليك إلى المكنة عشان تاخده وتضغطه في كواريك الرفع. أحيانا بيبقى الوصلة مصنوع، بيبقى احنا مثلا عندي حصلت معايا قبل كده في عربية قديمة يعني كانت الوصلة كنت أنا أضفت ديزل على الزيت على اساس ان انا كان عندي مشكله في نقص في الزيت، حصل تاكل عندي في الوصله، الزيت كله وقع على الارض. بعدها طبعا كنت لسه حديث السن يعني والواحد كان لسه بيكتسب خبرات وبتاع، فالزيت في الحاله ديت اكتشفت ان هو بياكل الوصلات الكاوتش، اللي هو الديزل بياكل وصلات الكاوتش مش منصوح باستخدامه. وزودت زيت طبعا، وان كان زيت طبعا يعني خارج المواصفات كلها، لكن ادى عمليه الرفع، والرفع كان بطيء جدا لان انا غيرت الوصله وركبت وصله خرطوم يعني مش من الخراطيم اللي بنقول عليها مدعمه، مش مبنيه على مش مصبوبه على مثلا على خامه قويه. فاما بيحصل عمليه شفط الخرطوم بيحصل له عمليه اختناق نتيجه الشفط بتاع المكنه بتاعت الهيدروليك، لما بتبدا تشتغل بتشفط بتسحب منه، فبيحصل عمليه اختناق في الخرطوم، فبالتالي المكنه بيبقى رفعها بطيء. ده برضو سبب من الاسباب. في سبب تاني ان انا يكون عندي الكوريك ذات نفسه في تسريب او لا يتناسب مع وزن السياره. لو انا مثلا دلوقتي بالنسبه لعمليه الوزن الكوريك، اي كروك ان كان يجب ان هو يعني بيتناسب مع وزن السياره زي ما شرحت لكم في المقطوره ديت. هو اي كروك هيرفع الصندوق حتى وان كان كروك صغير، لكن انا بتكلم عن ضغط على مساحه مقطع ديت المعادله اللي انا بشتغل عليها، ضغط
على مساحة مقطع. لو أنا عندي مثلا الكوريك كبير وماكنة القلاب صغيرة، الرفع هيبقى بطيء. لو أنا عندي الكوريك كبير وماكنة القلاب هتبقى كبيرة، الرفع هيبقى متوسط. لو أنا عندي الكوريك صغير يعني قطر بتاعه صغير وماكنة القلاب كبيرة، هيبقى عندي الرفع الكوريك هيبقى سريع، هيبقى الرفع عندي عملية الرفع سريع، لأن هيبقى عندي حققت ضغط على مساحة مقطع عالية جدا. ولكن يعني كل حاجة لها مواصفات معينة، وما يصحش إن أنا أغير في المواصفات حسب ما يتراءى لي. يصح إن أنا ألتزم دايما بالحدود الآمنة، يعني مثلا زي ما شفنا في صندوق التريلا اللي احنا شفناه ده، صندوق التريلا لازم يعني ده الكوريك بيرفع مسافة عالية لفوق، فبالتالي لازم يكون قطره كبير بحيث يتحمل الميلان الجانبي للصندوق، ما يكسرش او ما يحصلش فيه التواء. وطبعا المشاكل ديت يعني ممكن تشوفها كتير على اليوتيوب يعني. في نفس الوقت ما ينفعش ان هو اكبر من اللزوم، ولا انا كده هبقى محتاج مكنه قلاب كبيره، ومحتاج ان انا ارفع دوران الموتور وانا بدرجه كبيره وانا برفع عشان احقق الضغط. فالحاجات دي كلها بتاثر على سرعه القلاب. لكن بالنسبه اللي هو سؤال صاحب الحساب الاخ الكريم، او بصراحه مش عارف الاخت الاسم هدى، على اي حال وان كان يعني ما حدش يعني ما اعتقدش مهتم في عالمنا العربي قليل اللي بيمارس المهنه ديت، بس ممكن يكون صاحب سياره او خلافه. موضوع ان هو طالما انا حضرتك قلت او حضرتك قلت ان بتحط غير بطيء عشان ترفع، لا، في الحاله دي احنا بنتكلم عن موديلات قديمه جدا من الفتيسي الفولر، موديلات قديمه جدا ومش موجوده في الخدمه. في طرق لعلاج المشكله، ان احنا ممكن نركب مجموعه تسريع لمكنه القلاب نفسها، او نركب مكنه قلاب اكبر. يعني لو انت مثلا العربيه فيها مكنه قلاب 6 بلوف نخليها 9 بلوف، في الحاله دي هتحصل على سرعه رفع. لو المفتيس الموجود زد اف القط وانا برفع وانا بعشق مكنه القلاب، يعني قبل ما اعشق مكنه القلاب ارفع اللقطه او السبليتر او النص غيار، هيديني سرعه دوران للمكنه اكبر. في نفس الوقت برضو في عمليه اللي هي الواحد بيعشق مكنه القلاب بيحصل معاها زعه، الزعه ديت عامله زي ترس المارشاليه بالظبط في الجرابوكسات اللي هي الجير بوكس او الجرابوكسات المانوال بصفه عامه. يستحسن قبل تعشيق مكنه القلاب حط اي غيار قدام، وانت داس دبرياج زي ما انت يعني دوس دبرياج، عشق الغيار وتنيك داس دبرياج، محتفظ بالدبرياج في وضع الدوسه، ومور الجير بوكس حطه في وضع المور او الان، وبعد كده عشق القلاب وانت داس دبرياج زي ما انت، هتلاقي التعشيقه ناعمه ما فيهاش اي مشاكل خالص. كذلك الامر في حاله ترس المارشاليه. ارجو ان انا اكون يعني جاوبت على استفسار الاخ الكريم صاحب الحساب، وأكون وضحت الأمور، ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.